إننا في فالي ملتزمون بسلامة جميع موظفينا، لأننا حقا نؤمن بأن الحياة هي أثمن ميزة لدينا، ومعدات السلامة وإجراءاتها التي نوفرها هي لضمان سلامتكم ورفاهيتكم. تعد صحة وسلامة الموظفين والعاملين من أهم الركائز والقيم في شركة فالي، وذلك من أجل خلق بيئة عمل صحية وآمنة. ارتداء الأدوات الواقية أمر سهل مقارنة بالمخاطر التي يمكن أن نواجهها في طبيعة العمل. عدم ارتداء معدات الأمن والسلامة ممكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الخطورة. صحيح أن ألبس أنا هلمت لأحمي راسي، وألبس نظارة لأحمي عيني، لكن ألبس قناع لأحمي الجهاز التنفسي، وألبس حذاء لأحمي رجلي، وألبس قفاز لأحمي إيدي. في فالي لا يقتصر اهتمامنا بسلامتكم وصحتكم في مكان العمل فقط، بل يمتد إلى سلامتكم على الطريق وسلامة عائلتكم في المنزل. للذهاب في رحلة آمنة لابد أن تقود بحرص وتتبع قواعد المرور، وتوقف عن قيادة السيارة إذا شعرت بالتعب، وابق منتبها حتى تكون آمنا. أنا ما ألبس الحزام خوفا من الشرطة، بس ألبس الحزام لكي أوصل لأهلي وعائلتي بالسلامة، وأتأكد من جميع الركاب اللي معي وحتى لو في المقاعد الخلفية أنهم لابسين الأحزمة. عندما أسوق السيارة ما أجازف، وإذا أن حسيت أن نفسي تعبان ولا شيء أحاول أني أركن على جنب، أخذ قيلولة ثم أباشر مرة ثانية السياقة. Quando estou dirigindo um carro com minha família, eu redobro a minha atenção com relação à segurança, usando sempre o cinto de segurança, não uso o celular e não ultrapasso a velocidade permitida nas rodovias, porque para nós, segurança está em primeiro lugar. Kapag hindi ako nakauwi ng maaga, tumatawag agad ako sa misis ko. At sa pagmamaneho naman, hindi naman ako nagmamadali. Ang importante, ligtas ako. Nag-alala ako sa asawa ko, pero alam kong ligtas siya sa trabaho. Kapag hindi nakauwi ng maaga ang asawa ko, tumatawag naman. Kaya panatag ang isip ko na ligtas siya. Ana lang makakalos ng dawam at mag-mustaka na arja lalbit. أشوف بنتي وأهلي، لكني ما أقود بسرعة، أفضل أني أوصل متأخر أحسن أني ما أوصل أبد. يمنح المنزل شعوراً بالمزيد من الأمان دون أخطار العالم الخارجي، ولكن هناك الكثير من أخطار السلامة المحتملة داخل منازلنا أيضاً، ومن المهم أن تعتني بأطفالك في جميع الأوقات وأن تحافظ على سلامتهم. I do not prefer my kids to enter in the kitchen because it can be dangerous, especially while cooking.
There are even other risks around the house like electricity falling on sharp edges, stairs and even while playing. Sempre que eu estou com meu filho, minha atenção é voltada para a segurança dele, seja em casa preparando o jantar para minha família ou em momentos de lazer. باتباع تدابير السلامة في حياتك اليومية، فإننا معا نستطيع أن نحرز تقدما مهما في رحلتنا اليومية، مما يجعلنا نتقاسم القيم ونحترم الناس وكوكب الأرض. دعونا نكون مستعدين ومنتبهين وآمنين. Be prepared. Be alert. Be aware. Be safe.